طب عايز اسالك، دايما كتير قوي يقولوا المخرجين ان المخرج لازم يبقى قاسي على نفسه، يعني يقسو على نفسه في كل فيلم. هل القسوه دي مطلوبه ولا هي احيانا معطله؟ يعني مش لازم تفضلي تجلدي ذاتك يعني كده. صحيح. بصي بقى، القعده اللي شويه، انا بقالي قاعده شويه كده، بتقصي اكتر وتفضلي قاعده ما بتعمليش حاجه بقى، انك بتنظري طبعا كتير وتبتدي تطلعي اخطاء في كل حاجه وفي كل افلام، لان انت جباره بقى وقاعده، بس انت قاعده. لكن لو اشتغلتي مش هتقصي على نفسك، وهتشتغلي ومن اخطائك تتعلمي. فبالعكس الشغل بيدي خبره، بيدي طاقه. الشغل حاجه عظيمه. فانا قاعده، فانت دايما تحسي اي حد قاعد ينظر مش عاجبه حاجه. فانا دايما براقب نفسي اني ما اعملش كده، يعني بالعكس بقول يعني على الاقل الراجل ده نزل واشتغل، انما انا قاعده ولازم اعمل حاجه عظيمه وحاجه جباره. ما السنين بتعدي، الجباره مش بتيجي قوي يعني، فلازم اشتغل. فبقول انه لا، لو في فرصه اشتغل، مش لازم، مش بقول اي حاجه، بس ده اللي موجود دلوقتي هو الاحسن، اني اعمله ولا ما اعملوش خالص. فيحسبها كده بينه ومن نفسه. الشغل بيجيب شغل. نقلل تنظير، احنا بقينا شويه بالنظر كتير قوي، ومش عارفه الناس عارفه ان ايه تنظير ولا لا لا لا، الناس عارفه. يعني دايما مصر كلها بقت تنظر، كلنا بننظر وكلنا فاهمين اكتر من اي سياسي ومن اي رئيس، وكلنا فاهمين اكتر من اي حد بيشتغل، كلنا فاهمين كل حاجه بس ما بنعملش حاجه. يعني ودي دايما اللي بقولها لاي حد، لما تيجي تحطي بنزين يقول لك حضرتك بس انا خريج ما اعرفش ايه بس بشتغل. هي دي ايه؟ عيب في ايه؟ عيب في ان انا بحط بنزين؟ عيب في ان انا بشتغل مهنه عقبال ما اعمل نفسي فيه، او يمكن ده اللي نفسي فيه، ما يمكن بيحلم يبقى عنده محطه بنزين. ليه دايما في مهن كده بنقللها وبتحسي ان انا بعمل ده بس انا معايا شهاده؟ ايه مشكلتك انك بتشتغل اي حاجه؟ ناقصنا ان احنا ما نتكسفش من اي مهنه ومن اي حاجه انا بحبها، لاني هنجح فيها. لو انا بحبها هبقى نمبر 1 فيها، وهو ده النجاح.